السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد أوقاتكم بكل خير. أخوكم عبد الرحمن الخالدي من معرض مال الدين للسيارات، واليوم أنا في معرض المهرجان للسيارات. وزي ما تشوفون اليوم عندنا تغطية عن تويوتا فورتشنر. قبل كل شيء أخي الكريم، أتمنى منك الاشتراك بالقناة، وأخي المشترك أتمنى منك دعم القناة. وأخوي الكرام، لا تنسون تضيفوني على حسابي بالسناب شات، وبرضو ضيفوا معرض المهرجان بيجيكم الحين. وطبعا زي ما تشوفون تويوتا فورتشنر 2018 فيكس 2 تي ار دي، طبعا كات سعر في حدود ال 138-140 الف ريال. طبعا للامانه للان ما نزل سعرها. طبعا السعر برضو لا يشمل الضريبه ولا التسجيل، والسياره وارد شركه عبد اللطيف. جميل، ناخذ جوله سريعه السياره من الخارج، بعدين نتكلم عن مواصفاتها. طبعا حاولت ادور مساعدات، شيء المساعدات نفسها، يعني بالعاده اذا كان في كلمه تي ار دي تكون في اخص على سياره اوف رود، يكون في اضافات على نظام التعليق، لكن اتوقع هنا ما في اي شيء. طبعا قرات في احد المواقع انه يجي دفع رباعي مستمر، لكن طلع من خلال الانظمه داخل السياره انها دفع خلفي، لانه مسجل اتش 2 على الدبل، يعني السرعه خلفيه عاليه. عموما اخوي الكرام، نتكلم عن المحرك اللي هو V6 4000 سي سي، طبعا حدود ال 230 حصان، نفس المحرك اللي موجود على تويوتا لاند كروزر شاص والربع. الجير اوتوماتيك من 6 سرعات توبترونيك، نظام الدفع فهو دفع خلفي دبل خفيف دبل ثقيل، ونظام الدف لوك. مواصفات السيارة خارجية، السيارة طبعا تيجي انوار LED، وبرضه فيها نور زينون بالنسبة للنور، طبعا عالي وواطي، كشف الضباب LED، وعندكم لا ننسى الكت الاضافي اللي هو من TRD، الشبك اللي يجي لونه اسود، بالبودي الكت على كامل السياره. وزي ما تشوفون حتى الجنوط مقاس 18 انش، خلينا نتاكد منها، 18 انش TRD المكحله، تختلف عن الجنوط الثانيه. عندكم اشارات بالمرايه، مقابض ابواب كروم، ولا ننسى عندكم الشريط الجانبي او الستيكر او الخط اللي تبغى تسميه. زي تشوفون برضو تي ار دي، وطايه جانبيه من فيبر جلاس عندكم، وبرضو الكت الخلفي باللون الاحمر. من خلف السيارة الحساسين زي ما تشوفون، حساسين الخلفيات، عندكم كلمة في اكس وتي ار دي، وشعارات السيارة فورتشنر، وشعار تويوتا، والجناح الخلفي والمساحة الخلفية، الأنوار الخلفية LED زي ما تشوفون. نروح إلى بطاقة الوقود تويوتا فورتشنر، طبعا دفع رباعي مستمر، هو دفع خلفي، لكن عندهم نظام أن كل السيارات الدفع الرباعي يحطون دفع رباعي مستمر. طبعا كل لتر بنزين تمشيك 9.5 9.5 كيلو. سيارة اكيد دخول ذكي، نصور لكم مفاتيح الحين، خلينا نطلع المفتاح. بسم الله، طبعا زي ما تشوفون عندكم هذه مفاتيح السيارة، اغلاق فتح وفتح الشنطة، فيها الشنطة كهربائية. هذه زجاج السيارة داخل، وهذه المراتب الصف الوسط، طبعا فيها تكاية خلفية. صراحة الفورتشنر يعني في فخامة للأمانة، شوي كفخامة رياضية، مع انه ينقصها بعض المواصفات. هذا الصف الثالث، طبعا في فتحات تكييف خلفية ما يحتاج. شنطة،
طبعا سيارة دخول ذكي، تشغيل ذكي. نشوف السيارة من الداخل وش فيها ميزات عن السيارات الثانية او عن الاصدارات الثانية. بشكل عام ترى انا يعني الحمد لله جربنا الفيكس 2 وجربنا الفيكس 1، يعني جربناها كلها، عفوا سوينا عليها تغطية، ما جربت السيارة، جربت التغطية او سوينا التغطية عليها. الفيكس 1 عرفنا مواصفاته، الفيكس 2 اللي هو حاليا قدامكم زي ما تشوفون، او الفيكس 3. الفيكس 2 صورته لكم كان ديزل، طبعا محرك ديزل نفس المواصفات هذه تقريبا لكن بدون كت تي ار دي. الفيكس 3 صورته لكم قبل كم يوم. نرجع مصور السيارة الداخلية. السيارة تيجي مقاعد باللون الجملي قماش، عندكم طبعا كرسي الراكب والساق حركة يدوية. الزجاج كهربائي اوتو لمسة واحدة، مراية كهربائية بخاصية الطي اوتوماتيكي. عندكم حساسات طفية شغلة من هنا في الشنطة، طبعا تقدر تفتحها من هنا زر الشنطة وتقدر تقفل الاوتوماتيك حق الشنطة من هنا. نرجع للمواصفات. السيارة طبعا فيها فور ميكا زي تخشيب زي ما تشوفون باللون الاسود على الدركسون، وعندكم على قاعدة الجير. الدركسون عندكم في أوامر صوتية، تحكم بالنظام الصوتي بالإضافة إلى بلوتوث، تحكم في عدد الرحلات اللي يجي باللغة العربية عندكم هنا، طبعا حاليا إنجليزي لكن تقدر تقلبها باللغة العربية. سيتين لينجوج هذه عموما. التحكم في عداد الرحلات من هنا، مثبت السرعة، جير اف 1 خلف المقود. طبعا عداد الرحلات يعطيك كثير من المزايا مثل صرفية الوقود، ضغط الإطارات إلى آخر المعلومات المهمة بالنسبة للسائق. حاملة أكواب عندكم هنا طبعا عند السائق، وبرضو في واحدة عند الراكب نفس الموجودة في تويوتا هايلوكس. ولا ننسى حاملة الأكواب هنا برضو عندكم. ونروح النظام الصوتي، السيارة فيها سي دي طبعا مع منفذ يو اس بي يوكس برضو عندكم هنا موجود، منفذ طاقة هذا هو، هذا الجير اوتوماتيك توب ترونيك. عندكم الايكو مود ونظام موفر الوقود، الباور زي نظام سبورت، نظام الدوفلوك، طبعا عندكم هنا تراكشن وحساس الكفرات. عندكم نظام الدفع زي ما تشوفون هنا حاط لك اتش 2 يعني سرعة عالية خلفي، عندكم هنا اتش 4 عالية رباعي، والفور ثقيل. التكاية هذه هي سنتر لوك في باب الراكب، طبعا في فتحة تبريد في الدرج. للأسف الفورتشنر يعني فيها بعض المواصفات تعتبر فقرانة فيها للأمانة، يعني لو يطورونها شوي صراحة تاكل سوق البرادو، زي فتحة السقف مثلا يحطون بالفورتشنر فتحة سقف، لو يحطون ثلاجة ارباكات جانبية صراحة تاخذ جو أكثر، خاصة السيارة جاية يعني صراحة للأمانة الفورتشنر ميزة تحسها رياضي أكثر من ذيك السيارات، يعني لنا تابع للهايلوكس، الهايلوكس يعتبرونها الشركة أصلا سيارة رياضية، سيارة رياضية متعددة الاستخدام سواء كانت بيك أب تحمير ومدري إيش، المهم تصميمها رياضي على عكس الفورتشنر، عفوا على عكس البرادو اللي يجي من لاند كروزر، هذا طبعا شاطح شوي ما هو لاند كروزر ولا يحمل كلمة لاند كروزر. تويوتا عندهم سياراتهم يعني عندهم سيارات SUV عليها كلمة لاند كروزر اللي هي تيجي يابانية تجميعها، 90% يجي منها تجميع ياباني، طبعا يجي السعودي السوق السعودي كامل ياباني، اللي من بينها الجيكسار الفيكسار الشاص الربع وبرضو الـ FJ والبرادو كلها تحتوي على اسم لاند كروزر، تحتوي نفس الهيكل نفس الجير إلى آخره، لكن الفورتشنر لا جاي على عفوا نفس الشاسيه، الفورتشنر اللي شاسيه هايلوكس. وش في بعد من مواصفات أمن السلامة؟ عفوا وش دخل أمن السلامة لسه ما جينا. كاميرا خلفية عندكم هنا، هذه أبرز المواصفات. طيب تي آر دي وين في الداخل السيارة؟ ما في تي آر دي نهائي، أي لمسات تي آر دي كلمة يا أخي أي شيء. أذكر الإف جي حقي يعني موجود على الجير هنا، طبعا جاينا الإف جي كامل تي آر دي بس ما عدا المحرك ما على أي تزويد، لكن مساعداته تختلف، نظام التعليق حقه يختلف، حتى من الداخل على الجير في رسمة تي آر دي يعني شوي جاي مختلف، هنا بس من برا تي آر دي. فيها حاجة حلوة، الأنوار حقت السيارة صراحة للأمانة جميلة جدا، أنوار السقف جاية LED الأمامية والخلفية صراحة. كيف نولع الخلفية؟ هذه تشوفون جاي LED. عندكم حاملة نظارة أو بيت للنظارة، مراية داخلية تعتيم، وعندكم شماسة الساق والراكب فيها مراية وإنارة وهذا الشيء جميل. ولا ننسى أن المراية الداخلية
تعتيم مواصفات الأمن والسلامة فرامل الإي بي إس، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات إرباك للسائق والراكب ولركبة السائق هنا طبعا، وعدد 7 أحزمة أمان. تفتقر بشكل عام صراحة، أنا أشوف أن الفورتشنر عشان يكون أفضل يكون في فتحة سقف، يكون في ثلاجة تبريد، يكون في إرباقات أكثر. نظرا للسيارة هذه نظام الإنقلاب فيها صراحة يعني يعتبر سريع، مرتفع بشكل كبير عن الأرض عن باقي يعني منافسين، لكن برضه ترى منافسينها ما هم كثيرين. عندكم شفرلات تريل بليزر، وعندكم اللي طبعا يجي من أي سوزو تقريبا اللي هو يو ام اكس او حاجه زي كذا، نفس البليزر لكن بليزر بنزين وهذا الديزل الايسوزو. ولا ننسى برضو عندكم ميتسوبيشي اللي هو باتشيرو سبورت او اللي يسمونه مونتينيور او حاجه زي كذا، وحيجيكم نيسان تيرا بديل الاكس تيرا على نمط نافارا مصندق نفس النمط الفورتشنر، لكن الله اعلم ما ادري متى بينزل، لكن الصور نزلت حقه النيسان تيرا جاي نفس شكل النافارا. طولت عليكم اخوان الكرام بالفيديو، لا تنسون تحمل تطبيق معرض مادين، ولا تنسون ضغط على حسابي بالسناب شات، والسلام عليكم ورحمه الله.